صباح الخير. النهاردة إن شاء الله هناخد آخر lecture في النيوبليزيا، نيوبليزيا 6. أوكي، أتمنى إن النيوبليزيا ده موضوع مهم، وأتمنى إن إحنا نذاكر الكل. دلوقتي هيبقى عندكم كل النيوبليزيا صوت وصورة ما عدا الواحد واتنين اللي إحنا خدناهم أساسا قبل الإيه تعليق الدراسة. أوكي، نبتدي مع بعض إن شاء الله. هنتكلم النهارده على الفاكتورز الافكتنج البروجنوزز بتاع المالجننت تومرز. يعني مش كل مالجننت تومر زي بعضه، يعني لما نقول لواحد انا عندي كارسينوما وعندي ساركوما، ده انا جريد 1 ده انا جريد 4 ده انا، يبقى كل حاجه ليها بروجنوزز، ليها ديزيز اوت كم. ليه اعرف ان البني ادم ده يا حرام ده وقته قليل وهيحصل له ده، ولا ده في الاول هيستجيب للعلاج وهيبقى كويس؟ يبقى في فاريبلز او فاكتورز كتيره بتافكت البريدكشن اللي هيحصل للمالجنان تومر ده. اول حاجه التومر تايب. احنا عارفين وخدنا في الجدول الكومباريزون بين كارسينوما وساركوما ان الساركوما اوحش من الكارسينوما في حاجات كتير، السبريد على طول على البلد، الريت اوف جروس اعلى وهكذا. يبقى بالتالي الساركوما ليهم بور بروجنوزز ذان الكارسينوما. حاجه تانية اسمها ميلانوما. الميلانوما ده مالجنان تيومر يطلع من الميلانين بروديوسنج سيلز، اوكي، وده برضو له بروجنوزز وحش جدا. لكن احنا على مرحلتنا احنا ما خدناش لسه الميلانوما، هناخدها لما ناخد السكين في موديول السكين. يبقى التيومر تايب عندي، واحد قال لي انا كان عندي ساركوما، واحد تاني قال لك انا عندي كارسينوما، ابريدكت ايه؟ ابريدكت ان الساركوما ده البروجنوزز بتاعه اوحش من الكارسينوما. ده اول فاكتور. ايه تاني فاكتور؟ التيومر ستيج. اكتر الستيج، في ستيجز كتير قوي بتتعمل علشان نقدر نعرف الستيج بتاع التيومر. اكتر واحد شغالين بيه التي ان ام ستيج. تي يعني معناها تيومر سايز. اوكي، بنقسمه لتي 1 تي 2 تي 3 وتي 4 على حسب ايه التيومر سايز. طب وايه تي 0 اللي انا كاتباها دي؟ دي لما يبقى عندي كارسينوما ان سايتو، يعني عندي كارسينوما في الابيثيليوم، كل الابيثيليوم واخد لي شكل الاتيبيا والديسبليزيا لكن without invasion of the basement membrane، فبنديله تي 0. طب الان ان يعني ايه؟ ان يعني ليمفينود. يبقى ريجنال ليمفينود، الليمفينود اللي حصل لها ميتاستاسيس بنقسمهم برضو ان 0 يعني مفيش ميتاستاسيس، ان 1 عندي 1 ليمفينود فيها ميتاستاسيس، 2 فيها 2 ليمفينودز، و3 في 3 ليمفينود او اكتر. الام يعني ديستنت ميتاستاسيس، يعني حصل لي ميتاستاسيس بالبلد ووصل لي للليفر، او حصل لي ميتاستاسيس للبلد وحصل لي ووصل لي لللنج، يبقى بنسميها في عندي ديستنت ميتاستاسيس يبقى ام 1، ما عنديش ديستنت ميتاستاسيس يبقى ام او ام او ام 0. طب يبقى دلوقتي لو انا جبت لكم مثلا واحد عنده تي 1 ان 1 ام زيرو، ده احسن ولا واحد عنده تي 3 ان 2 ام 1؟ اكيد طبعا الاولاني اللي هو تي 1 ان 0 ام 0 هيبقى احسن. ثالث فاكتور الديفرنشيشن، الجريد اوف ذا تيومر. احنا اتفقنا ان احنا بنقسم الجريدنج ل 1 2 3 4 او ويل ومودريتلي وبورلي واندفرنشيتد. اكيد الويل ديفرنشيتد تيومر هيبقى الجراس بتاعه سلو ذان البورلي ديفرنشيتد تومر، وبالتالي البروجنوزز بتاعه هيبقى احسن. طيب التومر سايز، سوري سايت، المكان بتاع التومر، السوبرفيشال تومرز اكيد البروجنوزز هيبقى احسن. ليه؟ لان لو عندي تومر على السكين فانا شفته كده من غير ما يعمل لي اي مانيفستيشن ثانيه يبقى هلحقه ايرلي وهاخد تريتمنت ايرلي. لكن لو انا عندي تومر ديب اورجن ديب قوي او في البرين، ممكن واحد يجي له صداع، ممكن يجي له نوزيا الصبح، هيبقى عنده غمامان نفس، لكن ما يفكرش في برين تيومر. اوكي، بالتالي عقبال ما باخد بالي ان انا عندي سيمتومز وابتدي ادور على دكتور ويبتدي يشخصه لي، بيبقى ايه؟ بيبقى ليت، وبالتالي بيبقى التيومر كبر، وبيبقى ان انا اعمل الحقه بالتريتمنت فرصته اقل. الايج اوف ذا بيشنت، دايما الصغيرين والكبار
بيبقوا البروجنوزس بتاعهم اوحش. ليه؟ لان الصغيرين بيجي لهم اللي احنا خدناهم الامبريونيك تيومرز. الامبريونيك تيومرز بتحصل في الاطفال وفي الشيلدرن اللي قلت لكم اسمهم، بيبقوا فيهم اسمهم بلاست نيوروبلاستوما هيباتوبلاستوما نيفروبلاستوما. اوكي، دول فيهم باد بروجنوزز عشان رابيدلي جروينج ورابيد سبريد. وكمان الاولد ايج، لما واحد يبقى عنده مثلا 70 80 سنه ويجي له مالجنسي، هيبقى ايه؟ هو معاه سكسيف ميوتيشن وعنده ديكريز اميونيتي، وبالتالي هيبقى ايه؟ هيبقى البروجنوزز بتاعه اقل من واحد مثلا في الادلت. الافيشنسي اوف اميون سيستم، يعني هو بنقولها لوحدها فاكتور، ان لو انا عندي افيشنت ماكروفيج وافيشنت ناتشرال كيلر سيل وافيشنت سايتوتوكسيك سيلز وافيشنت انتي بودي شغالين كويس، هيحصل ايه؟ الاميون سيستم، ما احنا قلنا لما بيجي التيومر ينفيد البلاد فيسلز بيحصل ايه؟ الماكروفيجز والكلام ده والناتشر كيلر سيلز وكده بتروح تحاول ايه؟ تفاجئ سايتوزز وتموتهم، تمام؟ لكن في شويه بيهربوا ويعملوا لي الميتاستاسيس. لو انا عندي الاميون سيستم بتاعي قوي، هيبقى فرصه ان هروب الخلايا دي وتعمل لي ميتاستاسيس هيبقى اقل. early diagnosis and proper management. عملت الدياجنوزز بسرعه، اول ما حسيت بحاجه غريبه في جسمي رحت عامله دياجنوزز وعرفت ان انا عندي malignant tumor، عملت proper management، رحت للدكتور بتاع اونكولوجي بتاع علاج اورام وعمل لي proper management كويس. طيب مش كل التيومرز يا جماعه بتريسبوند للريجوثيرابي وللكيموثيرابي، يعني الساركوما بتبقى relatively resistant تومر للريديو ثيرابي وكيمو ثيرابي. يبقى لما بيجي بيشنت بكارسينوما بنقول له اه هنعمل اكسجين وهنعمل ريديو ثيرابي وهنعمل كيمو ثيرابي، واحنا عارفين انه ده هيستجيب احسن من لو كان هو عنده ساركوما.